السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. الحاجة زوروث كنشكرو مليح دعوية متدعيمة فدر فيهم الطيب أهلها، وإن شاء الله السلام على ربي سبحانه وتعالى يكون بخير يا إتما والصحة واللباس. أديس دي ربي الخوان نور أغي جعل ربي ودي سعدي قد نديث ذق الآخر. ربي سبحانه وتعالى يخلق مذان يخلق مذان يجعل سيوث الحاجة مذانا يتحبين ودي توشكر. إماجين أتصليت ثلاثة كثيرا فإن النغذيك بخالفة أتعديتك كفريدة بلدنك العباد والغورك أسقرن ويم ذا القز العالي ويم ذا الميس اللصر ويم ذا العبد العالي. أكي عجب الحال ما خاطئ أكي عجب الحال وتصبدتك القدي كذا سوين لخاطر أشكرني نيك شكرن مدن ذا الحاجة العالية. أكيد في كل السؤال إما جينا ربي سبحانه ما كيشكر جل جلاله، إما جينا ربي جل وعلا يخلقني جني ذي القاعة يجعل من سكولج القدير على كل شيء أديك لك ديني كتشي مدرقز العالي نغسيني يعني ثمطوث خمين وثمطوث العالي أشكالو ولش الحاجة أكثر متين. ربي سبحانه في القرآن الكريم إهل رغد يايث ما كر الله ظور خسارة نقرأ أنقرأ القرآن بصحن تميزة مليح إن يغدر بيجي مثل لا يا في القرآن وكنت جغارة ما تخلط من بعضنا إنك إلا قاكون ميزة إلا قاذي ميز ربي جل وعلا من العبد العليم في العبد الديني. ربي سبحانه ميغدي هضر القرآن الكريم في العبد العليم إن دميز غصنا في الحوايج يتميز ربي العبادات الوحيد الأخلاق العبد العالي ربي جل وعلا في العبد في عبد العبد الذي عبد من ربي تعالى ميت من منهوث من هيد المؤمن ما ردنيني ويم ذا المؤمن المؤمن دوين يتسمن نص ربي المؤمن دوين يتقذر من ربي جل وعلا المؤمن دوين يتنحشى من ربي عز وجل يعني يتنحشى من ربي هذا النحشى من ربي سبحانه وما يديا في قيارة بكال هذا النحشى من ربي سبحانه وما ظهر غير الله ظهر ذوين قن الحياء من الله أي دي حضرك يا الواجب وتخدم غالا ما كني لا قد نحشى مع ربي جل وعلا الهضرة والسيء نبغي غض نهضر في الناس ذمني ذي العبد العالي غربي من شي غل غور النغا سمع إن كني نزمنا نغلط كل يوم نزقنا غادي نوادن كي صحار ذا بريدي ويذا بريد العالي أتروح تجمع في يتنينك دينين كي ضرائي أتروح تغويذا كي يتنينك هيني خاطي ذا بريدي ويك صحار وانا هضر منه ميذي مسلم الكامل غربي تمغفي الطرب سبحانه يهضر غي انتظر بيق اواخر سورة الفرقان ان يغل وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما الى اخر الايات الايتي مجمع عزيز فشرد نظر السيئ والله لا قسم كيس للعبد وهنتي فهم إيوا شو إذا هنت ربي نسل وعد يفوكي هنتي تسل وعد إن دذ وعد غل عبد مقنك أثوعد غل سيجزى الغرفة أولئك يجزون الغرفة بما صبروا إن دن وعد غل عبد مقنك أثوعد سيني بردان أن العبد يلخف شكر الجنة من وث العبدية نظر بجل وعلا وعباد الرحمن
يهضر على رد الناد العيبة ذيلو من هيد العبد ربي من هيد العبد نيك تحب ربي جل وعلا وعباد الرحمن أولي من العباد اسم العبودية قدينا أنه غربي من السن الصناف لخاطر إزمال ديني لعبد الشيخ العباد ربي مرض العباد سوى ذي مسلم نغذ الكافر نغذ الفاجر نغذ الفاسق الخليقة ربي مرة ذي الخليقة ربي ذي العباد ربي إيواش الشيخ ذي الآية يعني النظر بالعبادين وعباد الرحمن هنقلغ الجنة هل يقصد ذي العباد مرة نغذ العباد خاص قل حقيقة بس كتسيلي ذي العباد ربي تسنى في الحوايج أي في الحاجة تسمينا عبودية قهر وغلبة يعني أنسى على المزية غير كل نظر بغي خلق سل كافر سل مؤمن سل فاسق سيم سلم ضربي جل وعلا غي خلق في من حيث العبودية قل أصل للعبة ضربي مرة من الله ولكن قل آية إذا شد يقصد ربي من شد سعر دعونا نكمل شوية الآية فنفهمي وشو يقصد ضربي عبودية الاختيار يعني دنكي يختارون ذي مقر العبة ربي ذنك يختار ماذا ما قاضوا بلي ضربي ذنك يختار ما تبع غضري ضربي توقن عرس الدين توقن عرس الدين الإسلام يوند يسمى يخبل موسى الوير أمنا وصربي تحبي ضربي جل وعلا واختار عرس العمري وذنك بلي بيس دوي ذا كي يدقص ضربي وعباد الرحمن يعني من العباد يختار سلبغين سنذدون بلي بيس قارن عباد الرحمن شوف لو كان إن العباد الله هذه صح المعنى ربي نسعى وخي الله يسمون يستخدم دي اسم الرحمن عباد الرحمن وشو ما يعيثنا روح أنا فهم ده شو الرحمن الرحمن قارن ذويني قلا أن الرحمن تشمل دوني ثم الأخر يعني بغاق دي لربي العبد ذي اختارنا ذي الدوق بليبي أرحم الله الدنيا وأرحم الله الآخر. الرحمين واثي تصدق الدنيا واثي تصدق الآخر. السؤال مزوال. من هو ذي المعنى العبادية؟ أم كم بوقنا يثمها؟ هل ذي اللبس؟ هل مثلا ذي المظاهر؟ هل ذي كلام الأمور كي يمين لنا؟ بلك جات نزدنوت انتيتي ذي لباز؟ أم كون سنغرق وقالنا؟ عميد العبد العالي غربية إن دعاء عباد الرحمن شوف الذين يمشون على الأرض هونا الصفة ثمزوات الصفة ثمزوات للعباد العالي غرب سبحانه إن دعاء العباد أهن تفهم القاعة يمشون على الأرض هونا يضرب السيرة للعباد في الديث للعباد هونا الهون السكينة والوقار نقارد العبذيه نذ العبد دع قليل العبذيه نذ العبد السامد في الديثي نزق القاعة يتدو السامد وليست كبيرة يا غاغدي نربي يمشون على الأرض هونا يعني العبذي نوذ العبذي سعان التواضع للقاعة السامد خطر العبد المؤمن وليست كبيرة يا العبد المسلم يتمنى ربي ذنبي ذلاخر ذلحساب وليظل مرا العبد المؤمن وليتخون را وليخد عرا وليخد غرا يبغى دين ربي في الديث سنجي القاعة تدون السكينة ذا الوقار تسمى إلى قندي إلا من الإسلام دي إلا العبد المؤمن ذي للخير ذا المؤمن يطلق ما تحضرت ذا المشكل المشكل نيم إلى قدر يجلس الخير ذا العبد المؤمن يطليت ميلة طليت تزليت قماك الشدة يلاق الشدة ما ترفع في قماك خطر شي ذا المؤمن المؤمن ذا ربي من العبد العالي غربي ذا وي إنك تدي في سجل قاعة تدي ثو عقلي تدي في العبد ذي قرزنا تدي في العبد ذي قلان السام المتواضع النبي محمد صلى الله عليه وسلم إنه يغذي يوم الحديث والله إلى قصص ليثنا عزيزا يقيم كان وحيد الصحابة أمن كنيما مسا يهدر صند النبي محمد صلى الله عليه وسلم
إذن أنا أنبئكم بمن تحرم عليه النار أو بمن يحرم على النار. إن يسخون دينير فمن هو مرض حرم بجهنم وجهنم وحرم في الناس. تنقرنت ذي الحاجة تنقرنت. إن يسخون دينير من هو من شيء وسنتك شمطر جهنم أخي من عرض بيزيس. إن يسلي ونصن يونصن من العباد ربي سبحانه وتعالى حرام في مسيسة تشكسو من العالم الدنيا حرام تكشم ترجاه النبع سلام دكي الصحر أنا الناس بلا يا رسول الله هو هنا غدن السنان على منو تلعب ذي ما شاء الله عني لي مزقس أنا سينا غد يا رسول الله أنا على منو تلعب ذي عم بشي سندينا يا إثماء أشو ما تصمت الله ضوري يميدي جوب هبي ما تصفحت أتعرفت أنه لعب ذي يضصح يستاهل يستاهل أتحرف ناس جهنم ليس تحرم النار على كل سهل لين على كل هين لين سهل قريب الله أكبر ليس تمصر بهم حرام في لو إني قل هين لين قريب سهل يعني شو المعنى الهين الهين الويل دي مربي الصورة صيب يمشون على الأرض هونا هين بالعبد سهل بالعبد السهل المتواضع اللين دوين يسعى الطبيعة ينس لسهل شو الطبيعة عندك اللي الناس مكيمة من نغضر هذرا ما شريط فرص من نغضر هذرا متقل غرف الهذرا في الناس ما إلا الهذرا نتني تكني فغلط ما إلا من الهذرا نتني تكني ثويد المضرة أتقل اللي هي خمس على المشكل الوحيد ذو رجاز ذو رجاز ينس النغان سيد الدنيا يزمر هذه المشكل أتقل خامة قل له جميع كذا والله هدفك الهضرة ما عاش أتقل خامي أدي الحق الوقت رجاز يسدين الدم يبغى يرفان طوض يسين مزور لو يسخن سلقات كذا يقول له النغد يو دي واش تكون انت ما تقلت وقسينيت الهضرة ما ردن السوفة ما يلف نزقس المضرة نزم لك من قل في الله سين الخير لخطر ربي سبحانه مثلا دي شيء وردي هضار نبيني ندل العبد سهلين العقلية يسعان الطبيعة ينست السهل أولين نكت حرم في الله ستين بس ربي ضل حرم أكثر إيوا شو سعيغ المشكل هذا قيمة ذي في الطبلة سنة ثلاثة الله ذورا نمسيفها خطر ربي سهلين لنا ما إلا العبد نيضو عرنك قرويس قل عنا يا رباني سنستويت الحلي ويه أني سرست كطن كذي تسرست القاعة أذن إن شاء الله بعد الأذن نكمل ما تيسر
بسم الله الرحمن الرحيم. انا كما لفيت ما يفعل الله دور السجي ما هي يعني دونك العبد الالي غربي سبحانه زير ماشي ذا العبد اللي ما هو عرام وذا العبد اللي يتي لعب نذي فقع أنك ذي روحا ذي ظلم وذي تجبر وذي تكبر في القاع العبد ربي جل وعلا يتحب ربي جل جلاله إنك الذين يمشون على الأرض هونا للعباد السامل العباد المتواضعون ما إلا تصعيد ديس المشكلة تروح تغوصة كاسنة ثلاثة الله ظل أتطريق لي ديس المشكلة إليك أثن غاسة دي السوفة الله هضراء غادي قالنا كلام ولكن ما إلا تلحق تغرغورة صبي ينتصد بلي الهضراء ندينا كنزقص المضراء يتقال للعبد استرجيع يتقال جل جلاله طاعة واحتراما لله سبحانه إنك تحرم النار على كل هين لين العبد سهل قريب إنك القريب تعرف شنو معنى القريب العبد قرب غويت الناس قرب غيم ذالا خاطر ما إلا تعيش تلقى المجتمع إليك قرب تغريم دانا ما تصحص تسيس لعب ذي قرب نغروي ناس اللي ثلاثين زي المجتمع الناس ذي لعب ذي قلا تحبي فربي وذي لعب ذي قلا ينفع زي صربي جل وعلا حتى المجتمع يقلا رقم عكسكسي وشقا يعني أتشتا تغوط وتسجن تصدق الزورة وتصفحت يعني ما كيف كولي كتصفحت وتسجن تبيع والجاري كذا جس كوتين يجنشر اللوز يسعد درياس الحاف ونسعين هذا شهد شن يخوص تسجن يعني كيف كولي كتسجن في ذنين المحلة اللي تشيطة كن بنين يتسهوى غروع بوطي أجمع عكس كسير السؤال يطر يرزقك ربي في صعيد خام الله يبارك سنة ثلاثة أربعة اللي زفرتمو صعيد يوم جماك جبابك ذي ماك دهرة في جماك جبابك ذي ماك جماك هي لا صعيد قلت ما جباب ذي ما السعوة ثلاثة خام الله ينبيا وضع راحة ويدك شمني ذلي منيه من السيرة يعني ذي لغة أي عجب الحال والطلية جمام تقر في اللس وما نريس على خام لا دفع جمامي خوصة نيك رغم الدم تقريع انت مدن وينا غنوية قسوما نوفو ناك تشينا شهرية روحة تصفوطة طلع يا جمع ما قلت ما كني يعني وصليت بخير قولي ما يلا صليت بخير قولي روح غيبي زيني مانيك رجع الإيماني لك والله غير رجع الإيماني لك أخطر دي من نورنا وسعيت الرحمة اللي قام بصلاة عليه وسلم لا تنزع الرحمة إلا من شقي إنك مصعطة للرحمة قولي كان على المغربية وثاني سعيد الشكل إن ذا العبد قربنا ويت قربوها قماء غير عقلين ذي ذس يخوص أي ديف القماء أي ديف القماء سعطي تيس نحونا سوي من ميزنا ذو التمام كيف كيف ذو الجاري وكيف كيف ذا العبد كيف ربرانيا كيف كيف نزم الغضخمة الخير الخدمة إنك العبد ذي موقنا كما شديك شمغ الجنة كان حرام في الله ستي تتجهنم والله العظيم قرنت فيه والله هذه الحاجة قرنت مليح ربي جل يا ربي جعلها سكس يا ربي جعلها سكس تأيه الحاجة تنزوها سمامي غدينا ربي إنك العباد تحبي الذين يمشون على الأرض هونا إبراهيم تحبي العباد السمب وإذا كفاشين هذا الإشارة الثانية إبراهيم ديني ملك ديني كتحبي العبد السمب يبقى ديني العبد نسى لين أشطبو بيس المتكبر شادنيني في الناس أخطر أجمع حليش والله ما يليك ضربي الحاجة الزيادة في ذنك العيب للحاجة نديري والله ذا الجهل تسكبرت في المجتمع تسكبرت لخطر صعير منصيب كي ينطفان بوست كي ينطفان تسكبر في مدن تسكبر على خطر صعير للشين تسكبر على خطر صعير خامن خلاص إن ياسر الرجل الصالح يروح إنك لن تخرق الأرض مثل لقمان عليه السلام لقمان مكتر بميس إن ياسر يديني غنمية إن ياسر ولا تمشي في الأرض مراحا وتبلغ القاعدة زواخ وتزخرة وتزخرة القاعدة ربي
الناس يحديني غمي غيوش ونذيري غتزغط وتسكبرت إنك لن تخرق الأرض. زيد القعاني فاشي تبغيت تسعى لي تيماني كل غرز ما طاح تنقرط وتنقرط راه ولن تبلغ الجبال طولا. كنت بغيت تسعى لي ماني كنت تلحق ترى نشتو ذا العمي وندو ذي لي كذا العبد العالي لي كذا العبد المطيع ربي جل جلاله سيد المعنيس الذين يمشون على الأرض هونا تسعوا ذا العيدنا والله هذا الحاجة تنقرنت ربي ذي الصفة تنزور الصفة تنزور يكمل الضرب من تبيين غد العبد العالي منهوذ العباد العالي غربي ما منهوذ. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما مقارن نتوجه للعب ذا حقي هضر في الاسم الدل مقارن تقل مثل اللعب ذي قل لنا يثدو دروا ديما تنلقى نتيد المشاكل ثلاغ العبد ما يلاقي المقذ العالي فذي عاشق الدنيا ولاش الشك أتبلغ تخلو واسكان كيد المشكل ألا كانت قل خدمة ما كدي سوب حد قبل يسعيك حدي وثكي ليه دي وان ليا الهضرة يعني ربي سبحانه بسواح ما بدي الله الغوري كشي ذي العبد المبني ثليته أوكي نيتي زيد سوق موشي كيتسر من أصر بيد النبي ترى ما صعود المشكل قل حياتي أي مشكل ذا شي ذا الموقف أنا ذي ليزك ذا شرى الخلاص السبيدة السبا يوثيدة ثوثا يقوم أن يصغر غير غولي غير مغران وتروح غير أنكي غير غول صارت مغران ناس يعني غير كان هذا معامل الواحد العباد ما سعر ذي سن المشكل قد على حسب ربي سبحانه جل وعلا جل وعلا إن ذا العبادين إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما إنك ملد سند ملقند العبد الجاهل العبد الجاهل قدوني ثذي لي كان لابد ذيلي يزملك دي هذا الله هذا ذيلي الجاهل يزملك دي سوب دي أحلى هذا عمك دي خلق دينين ذيلي يزمل ما كيوث يخبر المظر راح إنك ربي ملد دي ملقى الوحيد العبد الجاهل إقرى السلاما اسم العبد المؤمنة شو المعنى يسمع طريبة ذيلي قالوا سلاما من جهة تسيني السلام عليكم العلماء للتفسير بالقواميس قالوا دي السلام ليس من التسليم بل من التسلم أي سلام عليك أي تبرأت منك يعني ما تسلمتك ولا يسبك لك تسيني السلام يعني السطر هذا من يفو ينغر غورك تسبك لك معنى كذا عبدالمومة تنحشى معك ربي والله تنحشى ما تسوب بعدين ربي طلعين تنحشى ما يقدر يلا هذا اللي تنطيك يا ربي مثلا يظلين شو سعيت هذا الإيمان يضعف الجهل كي خطير كي تمن غص ربي تمن غص ربي تنطي الحاجة اللي ريت سلام سلام يعني السطر هذا اللي فوق الغوري أولا ثانيا أنا نذي المعنين صح ويخدم غير الضر سوق موشي ونسلف عليه ظلم سيدنا إبراهيم عليه السلام اسمي دي يصغر باباس يوفى باباس يعبد الأصنام يعبد بلاطو ما هي سببها أشو دي الشغلة يتخدم تكا تعبدت المصنوع تجي تربيه تصنعة المصنوع سوفوسيك واتي تعبدت تجي تربيه يا بابا ما بريد أي تويت يا لا بريد إن الشركة هي غربي دي الحاجة فانقران توخر هو بريد أي سبحان الله دي شيز دينا باباس إذن كانوا لئن لم تنتهي وكانوا تفكى طرف الهضورة يتنتك يا إبراهيم لأرجو منك يسوى الهرك رجمه عندما يبلط لك كفر مثل مضط مزدنا بس الهضورة يا سيدنا إبراهيم باش يسينا إبراهيم عليه السلام قال سلام عليك سأستغفر لك ربي ليه سببا من دمت الحق ثورة غير الهضور ديال الفعاية نكيو ما شمش شيء كذا المؤمن بابا في البيت قال السلام عليك أي بابا وكأذدو وكخدم الشر سوق موشي وكتر نوص الفعلين وكتر يلا هضر سوق موش وكخدم يلا الفعل سيفعلين ما رصني دي الجاهل التي تملقت قبلي دي سبكي دي وثاكي دي خماك الشر ربي متحب ذيين تعفط وتصمحت غربي
إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. يعني شوف أخذني السلام سقمه شوف تسرر يلا هضرني مام وكذو غرس الفعلي تم قرن شوية ثيين طوارة تخدم يول ليس يونك اللي سوب زعمة تصوص مطل ها يا أخي من شيء امبوسيبل والله سي بوسيبل الحقيقة يعني أقنع أمكن تصعب الهمة إن شاء الله تسوي لك الصيفة إفكا ضرب يعني إلى على ذي خدم نكا إفكا يزد السنة الجائزة وهم تتكامي لعيبة مرة تنويد الحاجة فنقة بصراحة والله كيس عارفة بالليني وعار الحال هاد يسي ونيد يوث وسيني السنة اسمي وعار الحال سي ديفيسي يسي ونيك ديني يلا هضرة ما في تطلي تكايا ما تعلمت باللي نزمطة في تفكتك دقيقة ما في تديموليت معنا تصبر غير وضمر بيهم الحاجة فهم قرارات شوف ربي مصر ربي ذا الكريم هو ذا ربي على ماذا شد يقرر أمي إن شاء الله أنا ما جاك هذا الصح قبل مجتمع النوم أنا ما جاك العباد العالي غير ربي غير العبد الجاهل سنيني بالسلام روح وش فا تغلطي معليش روح تغلطي ولا شو الناس قال يون العالم كدين سلم دي سنة ثيرة اسمي سيبر القيمة في رحمة لدى لنسيني مكان العيدة مرة مع ربي سبحانه وما ذكر في اللسل سيني مكان مرة النوم أنا عدي السنة صومغار سوق شيش استمطوط استمغار كل خلق ربي أنا عدي السنة إن الموقف مزوال دس الموت الموت أنا مثيلك أنا مثيلك والعبدين السلام ومتقف هذا الموت العبدين السلام يخدم أن زقومين ده شيء إلا بعد الموت الموت ماذا يسأل مرحبا يا ربي تغطف لا إله إلا محمد رسول الله من لحقا الآخر إن شاء الله من طمع ربي من نفع فيا دونك الحاجة مزوال دس الموت أنا مثيلك سلم دايين العالم يعني قرما ذكر ذي مثل عبث ولاش تسويع أن لا تصحو استيماني انتويسو أتصحو استيماني فابل والصعيد ذا شارات خضمت أش تسويع ثنين الموت خطر ذي كش الملك الموت أقلي قذين تبضوطة تبغوطة الخلعان العياد كذا تبغوطة تخلط العاد وزمي الطارة يوساد مظري الملك الموت غرق رويك على بلك يا وين روحيك ربي جل وعلا لعب ذيك السويع ثنين غادي يسحوس الثاد الضعيف اتكلت تبوط تربط الزمرطارة اتضفعت في العمر يكون الزمرطارة لا خطر يسد الأمر صربي سما تسحوس ثنيني في الثاد سنم دا شي دينا ربي تسوط بالقرآن الذين تتوفاهم الملائكة طيبين سلا سلا يبقى يمكن تعلم السامحني تسامحت وترغر المتصار سامح غير العبد غير سيدي وثا سيني غير روح السماح والله ما شي بطل غير ربي شي بطل احدفك ربي لحوايجك شي قليل من هذا انتياوي قليل قليل الحاجة ثمزوة ثلاث احدفك اسم رافي لي تفابلة السويعة الموثي والصعيطة انضرت روحت احكت سيد ربي ده شد الله الذين تتوفاهم الملائكة طيبين إن ضربي مرد لحقنا الملائكة تتوفى يعني تقسم روحي بنادم بصح ماشي نبوط بنادم بنادم اللي في العبد العالية طيبين يقولون اش راس نقرن الملائكة اللي من العبد اللي تسويع اللي ما سقسم الروح يقولون سلام عليكم سلام عليكم فادخلوها ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون شوف اش راس نقرن الملائكة اللي العبد اللي سلام عليكم يقولون سلام عليكم ماجيب تقيم لك تسوي عثكا نقلك كشنطة سكرات الموت لحقا بالملائكة اللي ما يكسم روحي تسوي عثنا تعلم تكسك ربي الحجاب أتعلم تملي زيرنا وني تلمو فابل ونسعيد أشي زيرا نكون جكفوس ربي تمكثيت سعيغ الدنيا سعيغ الخدمة سعيغ الشغال والعلي مظهور ربي الأخر ثلاثة فقع فينا خاطئ يكشن نزقون ده القرآن الخلعة ماذا تخلعتك لي الملائكة لي ذا شرك دينين إيماجينك دينين سلام عليكم أك دينين السلام ربي في الله
كديني السلام عليك داش اللي معناه احسن شو تلقاها وكن الذرة سي السنة وكن قرحة راس الفعالية هكا كديني تسمى عامل كيف تعاملت العباد قدامي يا خا كي تقالت العباد قالت اصلا السلام وخدم غير الشر سوق موشي وخدم غير الشر سلف عليه اسميت غليت الشيء سوعت الشده حصلت وسند الملائكه نكس من روحي يكون فانك تخلعت وفانك تخلعت قالنا السلام عليك وخلعنا وكن خدم غير الشر سوق موشي وكن خدم غير الشر سلف على النار ودخلوا الجنه اشتاتك شنو تغل الجنه اشتاتك شنو تغل الجنه مرة تصلت الهضرية على الملائكات اترفحت المعالم وكدي قلل عقلي كتشهدت إمير ليس القرار بالغار الشهادة ما يلا وكدي قلل العقل ميرني غاني سالة تمكتي الشهادة غاني سالة غاني في العرض الموت ماشي في الله يا رب عزيز تصلت بالعقل نوع نسمع كشهادة المثل كنروح الشهادة الحاجة العالية يتمنى بس كيف تدير كربي ثيير إلا قد سيدي تدويدك القرار سلاما المعنى يسي إلا قسمتك طلب بي العباد إلا قد صعود الأمانة قد صعود الأمانة المؤمن دويد المؤمن المؤمن يسعى الأمانة سبحان الله الموقف الثاني مازال الحاجة يتنكي تذكر ربي دارا لشو مسلك إن شاء الله بعد تبرعات نسعى مسيّم جمع تبرعات لمسجد قرية سيد علي البحر بلدية بجاية أنفقوا منفق الله عليكم أكمل كيف من الشباب الحاجة السنة إن شاء الله حكاية غير ضربي دانية مع عزيز القرآن شوف ده شيخ دينا عم كتعرف انت العبدي تكلمني ويت ناس من شي بطل غربي خلاص سعيد الجزاء ضم قرنك لا خلطي الحكاية ضربيك صورة الزمر ده شيخ دينا انك وسيق الذين اتقوا ربهم الى الجنة زمر ان ذك الاخر اضروح ان العباد يقوم ننصر بيذ النبي اضروح انها القيدين سنسعنين الجنة ربي جعل تغسك حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها بلال الحق إن شاء الله أغل الجنة أغدل الدين ثمورني إن شاء الله أغل الجنة أنك شما أصدقها لنفق الجنة تسعى الخزانة تسعى الخلق يخلقه مربي خاص بالجنة ذي خدامنا أنا سبيسير للجنة تسعى السنة كتلحق طرابين لم يخدمن في الله ما لذيك شما مذان إن شاء الله أني لزيس هذيك شمغل الجنة تسر الدين ثوات تدعس إنك ربي وقال لهم خزانتها تسمى أمهرك استقبلا جسوط لهذا الله ثم زوات لك الدينين الخزانين الجنة الخلق نيك خلق ربي سبيسيال مواهنا الجنة تعسى أنك تلحق تم كان خذ من تلاي أنك لك استقبلين الجنة تسعى المعنى الله ريد أننا كان شوفة حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها الحق نغل الجنة فلدي ثورتيس وقال لهم خزنتها هذا تلم غرورك ويكدينين هذا شايف دينين سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين سبحان الله والله هل استقبلنك كنيث موقت كنيث خدمت قدوني لكن رفضتك الأخر عن شيء دينا لأنك سلام عليكم طبتم في على ماضينا شو المعنى طبتم تلين طيبين أثليم ذي العباد العالي قدوني طابت أقوالكم فطابت أعمالكم أشارك ديني سلام عليكم كيش من ضغروك لي ما تعيش في السلم والسلام أبد الأبد سيد الجنة يعني ما السلام في الأول ذي قبكاني تتكلم السلام العباد قدوني تولدك شمعين وكان أنا قرد السلام من السلم الذي ينزل أبد الأبد وتسلم يد الله ذرك الجنة وتظهر ميال الفعل بك دوينا حاجة ذم قرنتنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم مغدنك الحديث لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة إنك الهولك شمار الجنة سوى ونسلم
شو ما عندش اللي يقصد النبي ذي تعال من هذي مسلم من هذي مسلم يفسر أخي للنبي صلى الله عليه وسلم هذا من الإنسان المسلم من انقاد لله ورسوله العظيم سلم بالعظيم سنة نصر ربين يطع ربين يتخذ ربين يدق بريض ربين يخدم الشام يا ربين يطبقين الدين ربين يسيان ذي بعث في الحرام يخدمين يزمل الواجب إن هي مسلم الصفة يسلم زوات الدواء العبد ثاني يطع ربي جل وعلا والمسلم من سلم الناس بلسانه ويده يا أخي كيف دينا نبينا طيب الوصية إن هي مسلم الكامل ربي دوني في كل لمان إفك لمن بذل إفك لمن العباد سيلسيس الوحيد الفعليس وإني مبقنا كيير مثلا إن عبد ربي جل جلاله الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما أجمع عزيز زغن دني ثلث ذو محل العبد قوان ماشي في العبد سلام صار العبد سعدي غربي مذوني عفوني غفوني عفوني غفار إويني شطني وخار يقار من جدودنا ماشي ما يلا غلطي ونقدوني ثم زميلا لنعفوه من شيء ما يسدي وند الجهل السبع ذي لقنق لك ذي الجهال ما تنسوم من شيء ما لا يسدي ونخد مغد الشوك السنان القبلي ذي النور إلا قن مقا من تانا خذ مي السنان القبلي ذي 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 الحاجة ما تحبي تربية اسمي ستصيري تهيين لين ذي العبد سهلان ذي العبد المطيع ذي العبد قرون غريم ذانان ذي العبد قلان يعفوني غفار وتصيري ذي العبد تسامحا وليت الرارة مبتار وأولى الناس العبادة مزورة لهم يتسمحوا تذل والدينيك ذوي ثميك ذوي ثخميك أكوى ساسا أتسليتك مكبرة ما أقليك لباس أك نظرة كي ويسقلص القهوة ويتسلي تشنطي ذيذس ويتسطسط ذيذس بيا أتك شمتخها مرثم طوثيك الدليك أتقل تدفرعون أتقلط أمونس فرقخان فانتوخني مسكين تشتاق تسلوى للعليم الزقي تشتاقك تزرك اختصت تصدى وذميز الدريك نشتاق نذقي من دي ذيك ضرر ديك فعقلي اكديني نبابا ولا فقرحي الحاجير زريبي واشو الدريك نرسي تشتكيني بدوكا نسمي مرام وتشتكينا للوالدين سن انت نور مرموم اقشيش اقشيش نفقر حيث الحاجة ما تقشيش نفقر حيث الحاجة ما تروح بس دي يمات إذا مزولة بيتشتكي السيين الحق نقرد حبيب آخر ومي آخر نجمتنا ويوشو أخطر نفكار الله الشونسي الدريا النظر ده ضرر بس نفكار الله الشونسي ذي وعرام النين اللاج العقلية ذي وعرام النين الطبيعة أدي يسمي غضب الله خدما كان وكان تسكت ديرك تاتي تصوتنا تاتي تصبتنا تاتي تلعنط يقيم ذي ذي السفهمي يحوج الهضرة العالية يحوج الهضرة في زد يحلون يزديق فانتو ثنيني نكذار نقخام كيف كيف قريب قريب من كل الناس العبد سهلا دوني سهل نكذ العباد تعال من إذا القز العالية والله لنا في دنبينا إنك خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي إنك المخير الزقونة والله المخير من دويني العليق خميس ذويني العليق خميس غدر ياس غدر طوفيس غدر والدينيس دويد العبد العالي سبحان الله الفكر إن شاء الله عبد صيام سيو ثكين حقيقة الوصية ميوم أنتم تنبيه يسأل صغول النبي صلى الله عليه وسلم من الأمينس إنك إن من أقربكم مني مجالس يوم القيامة قل أخاف مرغ ديسك ربي الأحسان ماشي الحاجي سهل يا ربي سهلتك في الله نرد جميع المؤمنين إن دلال خلال العبادة ذي لينجلي قريب الزفية أرض المحشر ماذا ذي قرب الطيج والملائكة ما تختكثن العباد والعباد كل أتزرت ذينا العباد أتزرت خلال المشاهد يا ربي تستطع الله يا ربي تستطع قل أخاف لنا أرض المحشر إن دلال خلال العبادة ذي لينزفية النبي صلى الله عليه وسلم إن من أقربكم مني مجلسا يوم القيامة ماذا المعنى اسم فليت الزات من النبي أنا تسليت قلبي قلهنا قلما تسليت قلما إن أحاسنكم أخلاقا
كيكون دينا الفلوس راني هضرتين كني الاميات انك تحبي غير العبد تورب تحبي غير العبد وين فاشين على راسها الهين السهل السام وين تكبير راه تعاوني تسامح يعفو يغفر انك تحبي غير شتا احسنكم اخلاقا انك هذين بزاف يوم القيامه وان من ابغضكم الي وابعدكم مني مجلسا يوم القيامه انك لن زقوني مسلم منك راه اخطر والله ذنبي ديننا نكره ذنبي انك لن كذا مسلم من نصر بيد البيدي مسلم معنا غوش خطر غوش خطر انك قبل غد قرب نزاتي يوم القيامه وقبل غد اسم غزاتي ناد قرب نزاتي انا سمن وثني يا رسول الله الناس الثرثارون المتشدقون المتفيقون لعبد الثرثار عبد يهضر من نمفورتو كوا يهضر كان من كذا يهضر ذا الدين ديال هضرة ذا الكذب ذا النميمة ذا الغيبة يلا هضرك يعني الثرثار يهضر بزاف يسخلط الكذب للصح المتشدقون المتفيقون لعبد المتكبر عبد المتكبر يستكبر إنك نبي ويا وتحبي غير وقبل غير ديال صديق الآخر ويا نعم إلى قند العبد إلى أين النبي صلى الله عليه وسلم لخطر الدنيا هو السيد يشي تعيش في الطلاب أقلار تعيش في الدنيا تصور تشور الظلم تشور الشهوات اللمبة سوشر الدوق بليد الدنيا ثي والله هذا من الكتاب من ربي سبحانه الواحد هو بليد النبي صلى الله عليه وسلم ذو ويد اللمبة النور أم كغد سعنا نبري ذي الدنيا واخ قيدي إن شاء الله على الجنة نزل يعني الصفة خلا إن شاء الله قيقي الآية ثيب ثم على رصي بسناف لحل إن شاء الله إن شاء الله نزل كيروس بإذن الله هذا قرار ضيئ وسنحن كبير إن شاء الله أكون يوفق ربي يثمع الخير أرجع على ربي ما تزدقان من قدوني أرجع مع ربي ما كيد قل أخذ الواحي تحت لواء نبيه هذه السعلي ربي ما كان نوع الجنة وذي شفور بيني مطن النور وذي عفور بيني الميت النور مش قام يهتم اللي يملك يوم العبد العالم إذا يطلب بعض أسد الدعاء ربي إن شاء الله أسيف قرب اليوم يا رب عزيز يا من تقول لشيء كن فيكون يا من تقدر على كل شيء يا ربي ما في جنوان مفتح دفور جزئيه من جميع ونسعى رب اليوم صحيح يا رب عزيز كسد لم يفرح فأنت على ذلك بقادر سبحانه.